حذر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث من نشوب حرب واسعة بالمنطقة تأخذ اليمن في طريقها، وطالب في إفادة أدلى بها لمجلس الأمن أمس الأطراف المعنية بالامتناع عن جر البلاد الهاوية. وقال جريفيث أن الوضع الإنساني يزداد سوءا والخطر قائم، مشيرا إلى صعوبة الوصول إلى حل إذا استمرت الحرب. وكان لافتا تحذيره مما وصفه انتهاكات محتملة لوقف إطلاق النار، ليتساءل البعض عن ما الذي يمكن وصفه لوضع المدنيين الواقعين يوميا تحت قصف الميليشيات في مناطق جنوب الحديدة. إلى ذلك قال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي أن الوقت حان لأن تضع الحرب في اليمن أوزارها وإنهاء حقبة ميليشيا الحوثي. وقال المعلمي في تصريح صحفي أن السعودية لا تريد حربا مع إيران سواء في اليمن أو في أي مكان آخر. في حلقة اليوم نناقش إفادة جريفيث، وكذلك نعرج على تصريح المندوب السعودي وأبعاد حديثه عن فكرة توقيف الحرب. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. جلسة أخرى لمجلس الأمن وإفادة جديدة من المبعوث الأممي مارتن جريفيث. من خلف شاشة في مكتبه بالأردن يكرر جريفيث نفس العبارات تقريبا مع بعض التغيير في الصياغة، عبارات مطمئنة للمجتمع الدولي وأخرى لمجاملة شرعية وميليشيا الانقلاب، حديث في مجمله يشبه تفسير الماء بالماء. لم يتحدث يوما عن أسباب التعثر ولم يجرؤ على تسمية الطرف المسؤول عن العرقلة. 7 أشهر من مشاورات ستوكهولم ولا يزال الحديث يراوح في مربع محاولة الاتفاق على التفاصيل التشغيلية لعمليات إعادة الانتشار، بينما لا يزال العائق الأكبر قائما وهو إصرار الميليشيا على التفسير الأحادي للبند الخاص بطبيعة قوات الأمن المحلية التي ستدير موانئ الحديدة. جريفيث أبدى مخاوفه مما وصفه بانتهاكات محتملة لوقف إطلاق النار، بينما المعطيات على الأرض تؤكد انتهاك الميليشيا لذلك من خلال الاستهداف اليومي للمدنيين في الأطراف الجنوبية والشرقية من مدينة الحديدة وكذلك جنوب المحافظة، كما هو الحال في حيس والتحيتة. مايكل لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كان أكثر وضوحا في الحديث، محملا الحوثيين المسؤولية عن إعاقة وصول المساعدات والتدخل في عمل المنظمات من خلال العوائق البيروقراطية حسب وصفه. بالتوازي يبقى التساؤل حول إصرار جريفيث على تجاوز القرار 2216 وغايته من شرعنة الانقلاب، وما الذي بيد الشرعية أن تفعله في حال انسدت طرق الحلول. إذن نبدأ النقاش من إسطنبول. معنا من هناك العميد عسكر زعيل، عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد. عميد عسكر، إذن بداية، كيف تابعت إفادة المبعوث الأممي لمجلس الأمن أمس؟ أسعد الله مساك أخي الكريم والإخوة المشاهدين جميعا. هو في الحقيقة جريفيث لم يقدم شيئا جديدا سوى أنه حاول في إحاطته إعادة أو ما تسمى يعني تجديد الثقة بالحكومة الشرعية بعد الفترة التي كانت قد تخللت يعني جزء كبير من فشله في التعاطي مع الملف بشكل عام، سواء كان الملف يعني على المستوى السياسي الكلي أو على مستوى الحديدة. هو لم يأتي كما قلت بجديد، إنما يعني أبدى تخوفاته من قضية تجدد الاشتباكات أو قضية يعني نشوب صراع جديد في الحديدة. الجانب الآخر أيضا يعني الجديد ربما الذي ربما أستطيع أنا أن أقول أنه جاء به هو إلماعه أن الوضع ربما سيزيد تفاقما في المنطقة، يقصد المنطقة الإقليمية، نتيجة لما يقوم به الحوثيين من قصف للمملكة العربية السعودية والمنشآت النفطية والمطارات وغيرها. هذا يعني تخوفه أو يعني يبدي تخوفه من هذا الجانب. أما موضوع العملية في الداخل فكأنه أبدى ثقته أو أبدى يعني تفاؤله بأن هنالك سوف يكون تقدم على الملف السياسي. بالعكس، لم يكن هنالك أي تقدم على الملف السياسي ما لم تتضح معالم يعني التنفيذ المرحلة الأولى في الحديدة، وما لم تكون الحديدة كما قال أنها هي محطة وأنها هي محور الانطلاق للعملية السياسية الشاملة، بينما نحن نرى أن الحوثيون كلما تقدم هذا الأمر
يعني قليلا كلما أعادوه إلى الوراء يعني بشكل كبير، وهذا واضح من خلال اختراقاتهم في الحديدة، إطلاق النار، قطع خط الإمداد، تحشيد الخندقة، الاهتمام بعناصرهم من صنعاء بقية المناطق، جلب السلاح الثقيل إلى مطار الحديدة، يعني قصف التحيتة الجبلية ويعني مناطق كثيرة في الحديدة، وكذلك أيضا قصف مناطق المخيمات الخوخة، وكل هذا يدل على أن الحوثيين لا يريدون عملية سلام على الإطلاق، وإنما دائما كعادته جريفيث يحاول أن يلمع يعني نفسه أمام العالم بأنه يحدث تقدما، وأنتم تلاحظون وجميع المشاهدين أنه كلما جاءت إحاطة لمجلس الأمن كلما أسرع للقاء يعني القيادة الشرعية، ثم يهرول إلى لقاء الحوثيين، ثم بعد ذلك يطلع لنا الإحاطات الذي طلعت الأمن. نعم عميد عسكر، هناك من يعتبر تعاطي الشرعية مع جريفيث من باب إعطاء الفرصة، برأيك إلى أين يتجه جريفيث بالمشكلة اليمنية في ضوء هذه الإفادة الأخيرة؟ طبعا يعني كان اللقاء الأخير بجريفيث مع فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي واضحا جدا وللغاية، جدد فيها الرئيس التزام القيادة بالسلام الدائم أمام تحمل الصعاب، وجدد أيضا شكره للأمم المتحدة على دعم اليمن وشرعيتها الدستورية، كذلك أيضا كان يعني ملحوظ في كلام فخامة الرئيس أنه لابد من أن يتم تقدم ولو جزئي في الملف الإنساني أكثر من أي يعني وقت مضى، ويعني طبعا الشرعية يعني تعرف الجهة المسؤولة هي عن سواء كان عن العملية في على الشعب بشكل عام، سواء كان الحوثيين أو غير الحوثيين، لابد أيضا أن نتعاطى مع عملية السلام بكل الأوجه، لأننا نقف أمام مجتمع دولي، أمام مجتمع إقليمي، لأننا نتحمل مسؤولية، ولابد الشرعية أيضا تتعاطى مع السلام، ولا يمكن أن يكون منطقها منطقة الحرب، ولكن منطقنا منطقة السلام، أما منطقة الحرب هو الخيار الثاني طبعا، وهذا معروف، ويعني القيادة دائما هي تحاول أنها تمد يدها إلى السلام، بينما تعرفون جميعا ويعرف العالم جميعا من هو المعرقل. نعم، على ماذا تراهن الشرعية في حسن نواياها مع المبعوث الأممي، خصوصا أنه الملفات واقفة لم يحدث فيها تقدم مثل ما شاءت؟ هي الشرعية أولا تراهن على أنها يعني ليست وحيدة على الساحة، الشرعية تراهن أن لديها يعني تحالف استراتيجي مع يعني التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وكذلك أيضا نراهن على دور الأصدقاء سواء كانوا الدول سواء كانت الدول الراعية الخمس، التي كل فترة وأخرى يعني تشدد على أنها يعني سائرة مع الشرعية جنبا إلى جنب في قضية تنفيذ عملية السلام في الداخل، إضافة إلى أنه ربما أنكم وجدتم بالأمس تقرير أمريكي وكذلك تقرير بريطاني، وكذلك أيضا سمعتم يعني المندوبة البريطانية في مجلس الأمن تشدد على أنه لابد من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحوثيين لتنفيذ عملية السلام، ولذلك الحكومة الشرعية بشكل أو بآخر تراهن على أمرين، الأمر الأول يعني المجتمع التحالف، والأمر الثاني هو يعني أيضا الأصدقاء والحلفاء الدوليين، الأمر الثالث الذي نراهن عليه أيضا الشعب اليمني الذي يضغط معنا الآن جنبا إلى جنب بضرورة تنفيذ عملية السلام، أو ربما يعني انطلق الناس إلى خيار مواصلة المعركة حتى تحرير البلد. نعم، ما الذي بيد الشرعية أن تفعله في حال انسدت الطرق الحل على كل المستويات؟ الشرعية كما قلت لك لديها أسلحة متعددة، أولا السلاح الدبلوماسي، وهذا هو سلاح دبلوماسي قوي وهو يعتبر السلاح الأقوى الذي نمتلكه الآن حاليا، والتحرك الدبلوماسي الدولي سواء كان على المستوى كما قلت لك يعني المجتمع الدولي أو على المجتمع الإقليمي. الخيار الآخر أيضا نراهن أيضا مع أشقائنا في التحالف على أنه استمرار العملية السياسية والسلمية، ما لم أيضا خيارنا خيار أيضا الخيار الآخر هو الدفاع عن النفس وتحرير البلد، يعني لابد أن نمضي به قدما، إما أن نمضي بعملية السلام وإذا استجاب الحوثيون إلى السلام فنحن يعني دعاة سلام ولا نريد معركة ولا نريد حرب ولا نريد إراقة دماء ولا إزهاق أرواح، ومن جانب آخر أيضا إذا استمر الاعتداء على المواطنين وعلى يعني المدنيين في كل الأحوال سواء كان في المدن أو الاعتداء أيضا على الجبهات،
فأيضا خيارنا هو الدفاع عن نفسه ومواصلة أيضا المعركة حتى تحرير البلد، هذا خيار محتوم أساسا، لكن خيارنا الأساسي هو خيار السلام الذي نراهن عليه ما زلنا إلى هذه اللحظة مع المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي، إضافة إلى أننا نسير في الاتجاه الآخر. نعم، العميد عسكر زعيل عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد، شكرا لك. ننتقل في محاور النقاش معنا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. مرحبا بك معنا أستاذ إبراهيم. جريفيث تحدث عن الجوانب الفنية وتجنب الحديث عن أسباب العرقلة ومن يقف وراءها، كيف تقرأ إفادة جريفيث؟ أولا أهلا وسهلا بك وبمشاهدينك الكرام. أنا في اعتقادي أن إفادة المبعوث الأممي هي إفادة روتينية، يعني لا تمت للواقع بصلة، وإنما هي طريقة لبقائه في هذا العمل الأممي المهم، ومن ثم هو من بين فترة وأخرى سيعطي نوعا من هذه التصريحات التي يعني ظاهرها أمل وباطنها خيبة. يعني كما تدري على أرض الواقع الأمور كلها جامدة، هناك تقسيم واضح لليمن، الحوثيون يسيطرون على المناطق الشمالية، الميليشيات التابعة للقوى الانفصالية مدعومة من الإمارات والسعودية تسيطر على المناطق الجنوبية، والحكومة الشرعية كما هي معروفة أنها هي موجودة خارج البلاد، ليس لها وجود في الداخل إلا من خلال بضع من المعسكرات هنا وهناك التي عادة ما يتم استهدافها إما من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الانفصالي في الجنوب أو من ميليشيات الحوثي المسيطرة على المناطق الشمالية. لا يوجد هناك سلام، لا يوجد هناك بوادر لسلام، لا يوجد هناك حقيقة سلام. الحوثيون لن ولم يقبلوا بأي سلام لا يسلم لهم المناطق التي يسيطرون عليها. فلذلك السؤال هو أين الحكومة الشرعية التي تتمتع بالشرعية؟ أين القرارات الدولية التي ترقم الحوثيون على تسليم السلاح والاندماج يعني أو الدخول في مفاوضات حقيقية من أجل استعادة الترعية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنية؟ غير ذلك هو مجرد وهم. حقيقة التاريخية هو أنه لا يمكن أن يكون سلام مطلقا في أي مكان في العالم يجد فيه الحرب إلا عندما تحتم جهة الحرب على أرض الواقع، ومن ثم يأتي السلام. نحن هنا إذا تكلمنا عن سلام يجب أن نتحدث عن أي سلام نتحدث عليه. هل السلام هو تسليم الشرعية للحوثيون؟ هل السلام هو تسليم المناطق الجنوبية للمجلس الانفصالي الجنوبي المحسوب على الإمارات والسعودية؟ فعن أي يعني سلام نتحدث طالما والشرعية التي أعطيت للحكومة الشرعية من قبل الشعب اليمني والمجتمع الدولي قطع الساحة تماما ومحاربة تماما من قبل الحوثيون والتحالف في نفس الوقت؟ نعم سيد إبراهيم، أنت تحدثت عن استحالة السلام. بالنسبة لي هنا أيضا تصريح الذي ذكر فيه المعلمي أن الوقت حان لأن تضع الحرب في اليمن أوزارها وإنهاء حقبة ميليشيا الحوثي، في أي سياق تضع هذه العبارة وكيف تفهمها أنت كمحلل؟ هي عبارة مزدوجة، يعني لا يوجد تحليل لهذه المعنى لما قاله سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة المعلمي، وإنما هي طريقة لذر الرماد عن العيون. يعني لو نظرناها من منطق أنه هل يقصد بذلك هو تسليم المناطق الشمالية للحوثيين ويكتفون بالمجلس الانفصالي في الجنوب بحكم الجنوب، هل يعني أنهم لن يحارب الحوثيون؟ نعم. هذا يعني انتهاء ما يسمى بالشرعية خارج البلاد؟ هل يعني نعم إبراهيم القعطبي، واضحة فكرتك، ابقى معنا وننتقل إلى بسيم الجناني الصحفي معنا من الحديدة. سيد بسيم، الحديدة بوابة الحل السياسي، هذا ما يقوله السياسيون محليا وأمميا، هل تعتقد أنت كصحفي من أبناء الحديدة أن المعطيات تشجع على حل حقيقي أو قريب؟ نعم أخي، طبعا مساء الخير عليك وعلى جميع الضيوف. للأسف يعني
حديدة أصبحت نقطة لعادتنا من الصفر، يعني كل ما نشر أن هناك تقدم في المفاوضات أو المشاورات للأسف يظهر لنا من يعطل هذه التقدمات. للأسف إحاطة غرفة بالأمس أمام مجلس الأمن تشير إلى أن هناك إعادة المشاورات أو الاتفاقات إلى نقطة البداية. كل ما تم خلال الشهور الماضية منذ توقيع أو اتفاق ستوكهولم حتى اليوم لم ينفذ أي خطوة بالشكل المطلوب، أو هناك إعادة تقييم لتنفيذ خطوة سابقة مثل إعادة الانتشار من الموانئ، أو حتى الاتفاق بشكل جدي على وقف تنفيذ إطلاق النار وفق المبادرة أو المقترح الأممي. للأسف هناك بيع أوهام فقط. كانت هناك وقفة جادة من الحكومة الشرعية لتنقلات جريفيث ومواقفها السلبية تجاه المفاوضات أو تجاه تملص الحوثيين من تنفيذ الاتفاق، إلا أنه عيد له الثقة من جديد من خلال كلمته أمس، يتضح أنه ينوي أن يعني يمدد لنفسه هذه الخطوات أو يمدد لنفسه هذه التحركات، ومعناه هناك مزيد من المعاناة، هناك مزيد من استمرار المعارك على مشارف مدينة الحديدة، هناك مزيد من التشرد والنزوح الذي يعاني منه أبناء المحافظة. للأسف كلما طالت هذه المشاورات أو عدم الوصول إلى حل هناك من يدفع الثمن غاليا. وللأسف أقولها وبكل أمانة، الاتفاق السلمي أو ما يطمح إليه للوصول إلى حل السلام لن يكون بمثل هذه الخطوات أو بمثل هذه المواقف المهترئة والمواقف السلبية التي لا تلزم. نعم الأطلع. نعم بسيم، أنت ذكرت أن هناك مواقف مهترئة وأيضا هناك بيع أوهام من جريفيث. ما الذي يجعل جريفيث يقفز على واقع هذه الانتهاكات التي ذكرتها وهي مسجلة على الأرض وهذه الخروقات أيضا، ثم يتفائل عن أن هناك حلول وانفراجة من خلال هذه الإحاطة الأخيرة؟ نعم، هناك عدم فهم للاتفاق الذي تم في ستوكهولم. هناك الاتفاق واضح وصريح أنه يعود إلى قوانين والمرجعيات التي تم الاتفاق عليها من قبل، وهي قرار 2216 الذي ينص على كثير من الأمور ويكون هو المرجعية الأساسية لاتفاق ستوكهولم. ولكن الحوثيين اتخذوا من اتفاق ستوكهولم مرحلة جديدة ضاربين بعض ضحايا الاتفاقات السابقة التي هي بالأساس هي مرجعية لهذا الاتفاق. وللأسف يعني جريفيث يحاول أن يعني ماذا نتوقع من شخص يأمل موقف إنساني من الحوثيين فيما يتعلق بموضوع الإعدامات الذي أحكام الإعدام التي تمت؟ هل الحوثيين سيلتزمون بأي اتفاق؟ هناك اتفاق تم الاتفاق عليه في أول مرحلة من مراحل الاجتماعات والمشاورات في الحديدة، كان هو إعادة الانتشار، ولكن للأسف إعادة الانتشار كان أحادي الجانب، حتى اليوم لم يتم تقييمه أو المراقبة السلافية على هذا الاتفاق. هو ما يعني أن هذه الاتفاقات للأسف ليست لها أي تنفيذ حقيقي على أرض الواقع، وهناك مواصلة وأيضا تلميع لتجاوب الحوثيين في هذا الإطار. للأسف موقف كما قلت مهترئ، وما زلت أؤكد أن إذا استمر هذا الوضع واستمرت هذه المواقف المحابية للحوثيين لن نصل إلى حل شامل، خاصة نعم بسيم تفضل بالبقاء معي. ننتقل إلى ضيفنا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. سيد إبراهيم، هل من الوارد أن تتصالح السعودية مع الحوثي إذا ما حصلت على تطمينات بعدم المساس بأمنها؟ برأيك هل هذا الاحتمال وارد أو ممكن؟ بلا شك، أنا هناك كما تعرف كان بعض المندوبين من قبل ميليشيات الحوثي في الرياض مؤخرا، وربما تصريح المعلمي يدل على أن السعودية لم تستطيع المضي قدما في الحرب ومواجهة الحوثيين، وهذا كارثة بحد ذاتها. فأنا في اعتقادي أن السعودية مستعدة على أن تتصالح مع أي ميليشيات في اليمن طالما والميليشيات هذا لا تهددها. لكن النقطة الحقيقية هنا أن من الذي سيضمن أن إيران لن تأتي إلى الحدود الشمالية أو الجنوبية للمملكة العربية السعودية
وتبقى في اليمن بقوة إذا سلمت السعودية لهذا النظرية، نظرية يعني الاستسلام لأرض الواقع وتسليم المناطق الشمالية من اليمن للحوثيون كنظام حكم. أنا في اعتقادي أنه في كلا الحالتين سيكون ذلك أمرا هينا بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وسيسبب لها كثير من الأزمات، ومن ناحية الأمن القومي ومن ناحية ضعضعة الأمن والاستقرار داخل المملكة السعودية نفسها. كما نعرف ويعرف الجميع أن إيران تستهدف النظام السعودي لإسقاطه في المنطقة، ومن خلال ميليشياتها والشبكة الإعلامية والعسكرية التي توجد من لبنان إلى سوريا إلى اليمن إلى كثير من الدول المختلفة. فلذلك إن دخلت مع سلام مع الحوثيين ستخسر، لأن إيران ستأتي بقوة، ومن ذلك سيكون نظام ممنهج، ويمكن لإيران أن تحضر بقوة على حدود المملكة العربية السعودية. وإن لم تسلم الحوثيين موجودون، وإيران ستتدخل بشكل مباشر. نعم سيد إبراهيم، لذلك في كلا الحالتين هي خسرانة. نعم هي خسرانة في ضوء الضعضعة والحاصلة من التحالف إزاء الميليشيا. كيف تنظر لمستقبل الصراع بين الشرعية وبين الانقلابيين في ضوء هذا أو هذه الضعضعة؟ الحقيقة أن الشرعية أصبحت فقط مجرد مجموعة كمجموعة الفيسبوك، ليست موجودة على أرض الواقع. يعني هي منتهكة في جميع المناطق اليمنية، لا يوجد لها مؤسسات حقيقية في الداخل، لا تستمد قوتها ولا مالها إلا من التحالف العربي بقيادة السعودية. الآن فقدت الشارع اليمني، الجيش اليمني، هناك استهداف ممنهج للشرعية، والشرعية هي من وضعت نفسها في هذه المسألة الشائكة. فأنا في اعتقادي أنه لو تنظر إلى الواقع داخل البلاد، لا يوجد شرعية حقيقية ولا مؤسسات تابعة للشرعية، وإنما اليمن مقسم إلى قسمين، قسم تابع للمجلس الانفصالي الجنوبي في المناطق الجنوبية، وقسم تابع للميليشيات الحوثية في المناطق الشمالية. والشرعية قائبة تماما عن الداخل وعن الوجود اليمني، بل أن هناك السخط اليمني على الشرعية اليوم أكثر يعني منه ضد الميليشيات الحوثية أو الانفصالية في الجنوب. نعم. فلذلك هنا فرصة أخيرة بالنسبة للشرعية، إما مصارحة ومكاشفة الشعب عن ما يدور، ومحاولة الحشد الشعبي، وتمكين اليمنيين من تحرير أنفسهم. الذي ينتظر تحرير من الأمم المتحدة أو من مبعوث الأمم المتحدة، أنا أعتقد أن هذا غافل جدا. تحرير الشعوب والسعادة الشرعية لا تأتي من الخارج ولا تأتي من أوراق. نعم. الأمم المتحدة، إنما. نعم. تأتي من الشعب نفسه الذي يقرر يعني سعادة حقه ومؤسساته ودحر الانقلاب والانفصال. نعم. أما غير ذلك فمجرد إيهام للناس أن هناك حل سيأتي، وفي الواقع هناك مؤسسات جديدة تدخل في يعني مناطق الصراع في الجنوب والشمال. فلذلك الشعب اليمني يجب أن إما أن ينهي ما يسمى بالشرعية لكي ينظر إلى مستقبله بعينه ويأخذ بزمام الأمور بنفسه. نعم. أو أن يسلم للواقع، للميليشيات الانفصالية في الجنوب والميليشيات الحوثية. نعم. تابعة للإيران. واضح. في الشمال، ومن ثم سيكون الخاطر. واضح. الأكبر ليس الشعب اليمني، لأن الشعب اليمني قد خسر الكثير، وإنما الدول الخليجية. واضح. واضح إبراهيم السعودية. نعم. والإمارات التي ستكون مستهدف بشكل مباشر مما. نعم. يجور داخل البلاد. نعم. وضحت الفكرة إبراهيم إلى دول الجوار. نعم وضحت فكرتك إبراهيم القعطبي، كنت معنا من نيويورك المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى الحديدة، معنا من هناك بسيم الجناني. بسيم، أنتم أبناء الأرض، أين أنتم مما يدور على مستوى حضوركم فيما يجري من مباحثات محورها مدينة الحديدة، محافظتكم كونك تنتمي إلى هذه المحافظة؟ نعم أخي، طبعا هناك الكثير يتطلع للخلاص من هذه الأزمة والحرب، خاصة أن المدينة وكثير من المديريات خاصة في الساحل وفي الجنوب تعاني كثيرا، خاصة المواطنين أصبحوا يعانوا إلى الحرب هناك، أو بالأصح وصل الناس إلى فقدان الأمل بأن يكون هناك حل سلمي عبر الأمم المتحدة. وأنا أتفق مع ضيفك العزيز أنه للأسف كل الملفات التي تتدخل فيها الأمم المتحدة لا تضع فيها أو لا نخرج فيها إلى طريق. هناك مواطنين
نصفهم نازح ونصفهم داخل المدينة يقطعون بمعاناة بشكل شديد جدا في السنة الرابعة أو ندخل في السنة الخامسة من انقطاع التيار الكهربائي على مدينة الحديدة وكثير من المديريات في يعني أشد صورة الصيف هذا العام. هناك انهدام للخدمات، هناك نزوح كبير أيضا من المناطق التي تقع فيها الاشتباكات بشكل مستمر. هناك أيضا نخبة من أبناء الحديدة يعني أصبحوا ليس لهم أي قرار في هذا الاتجاه فيما يتعلق بالمفاوضات. نعم هناك ممثلين يمثلون أبناء المحافظة، ولكن في الأخير القرار ليس بيدهم. هناك جهة يعني تقوم بعملية المشاورات، وهناك أيضا إشراف من قبل التحالف، خاصة حتى على اللجنة التي يترأسها لواء صغير عزيز وشارك فيها أحد أفراد أبناء المحافظة. إلا أن هناك أيضا يعني هناك فصيل كبير أيضا، لا ننسى هناك أيضا فصيل كبير من أبناء الحديدة يقاوم. نعم بسيم، بالنسبة لمسألة التواصل، هل هناك تواصل أنتم كضحايا مع مكتب جريفيث بشكل مباشر، خصوصا أن الانتهاكات مستمرة في مدينة الحديدة بشكل متواصل، سواء كانت على المستوى الإنساني أو على المستوى العسكري؟ يا أخي العزيز، ولا يحتاج تواصل، هم أيضا موجودين في الحديدة. اللجنة المشتركة التي نتحدث عنها برئاسة لويس جارد، هل هذا التواصل مستمر مباشر أقصد، أو أن هناك عوائق تمنع هذا التواصل؟ هناك عوائق، هناك للأسف هناك أو هناك حواجز بالأصح، خاصة بأن من يدير المكتب الأمم المتحدة في صنعاء وفي المناطق التي سيطر عليها الحوثيين هم أيضا ينتمون لجماعة الحوثي بكثير منهم. هناك اختراق واضح أيضا حتى للمكاتب الأمم المتحدة في صنعاء ومن يدير عملية المشاورات خاصة في الحديدة ويرتب الأمور اللوجستية في المدينة. قبل أمس قصف مقر انعقاد اللجنة بقذيفة حوثية ومقر فندق تاج أوسان، وهو ما يعني أن هناك يعني أو هناك حاولت إيصال رسالة أن تستمر المفاوضات في البحر ولا يسمح للفريق الحكومي بالدخول إلى مدينة الحديدة كما كان في السابق لكثرة الألغام وإعادة زراعة الألغام في الطريق أو الممر الذي كان مفترض أن يمر عبره من كيلو 7 باتجاه مدينة الحديدة. نعم. هناك يعني للأسف مكتب الأمم المتحدة موجود في مدينة الحديدة ويطلع على كافة المعاناة ويعيشها مع أبناء الحديدة، ولكن لا يحرك أي ساكن. هناك انقطاع الكهرباء وتخصيص الأماكن معينة، خاصة أماكن إقامة مقر قيادة الحوثيين، الخدمات شبه منقطعة للأسف. حتى من نزح إلى صنعاء لا يتلقى المساعدات من مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية. نعم. المعاناة شديدة جدا وكبيرة جدا. شكرا. ولا ينظر. نعم. إليها المميين بأي شكل من الأشكال أو بأي من إنسانية حتى. بسيم الجناني من محافظة الحديدة، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا الكرام، وأيضا تحياتي وتحيات منتج ومعد الحلقة وديعة عطا، وأيضا فريق العمل الفني. إلى اللقاء.